اللهم صل على محمد وعلى محمد. اس رمضان شب شہادت امام علی علیہ السلام دعائے جوشن کبیر چل رہی ہے. اللہ اکبر، یہ مناظر دیکھیں آپ، مولا کے ذریعہ اقدس کا، قبر کا منظر دیکھیں. علی علی علی، میرے مولا میرے آقا، ہاں بھائی ہاں. دیکھیے اس رمضان کی شب شہادت امام علی علیہ السلام، ذریعہ امام علی علیہ السلام.
صلى الله عليه وآله وسلم استودعكم الله جميعا حفظكم الله جميعا الله خليفتي عليكم جميعا وكفى بالله خليفة ثم قال وعليكم السلام لمثل هذا فليعمل العاملون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وعرض جبينهم وهو يذكر الله كثيرا واستقبل القبلة وغمض عينه ومد يديه قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له السلام کا شہادت کا مصائب واشهد ان محمدا عبده ورسول ثم طبعناه عليه السلام لحبه وفاقت روحه طاهرة الى فصرخ زينب وأم كلثوم وبنات الرسول ارتفعت الصيحة في بيت الإمام عليه السلام فعلم أهل الكوفة أنه قد قبض الإمام عليه السلام وأقبلوا يهرعون أفواجا أفواجا وصاحوا صيحة واحدة عظيمة والله لا قفل عيد باجر وقفل الروح
أنا رحيل في أولاده.